النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. العملاق، مش كل مين نظف عملاق. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم النشرة الجوية والأحوال الجوية في المملكة. ملخص هذه النشرة نبدأها طبعا بأن المملكة بمشيئة الله تعالى على موعد مع منخفض جوي من الدرجة الثانية، يتوقع أن يتزايد تأثيره خلال ساعات ليلة الجمعة على السبت. هذا المنخفض سيؤدي بمشيئة الله لهطول الأمطار إلى لعدة أيام قادمة، وأيضا هناك سيكون الطقس بشكل عام بارد مع تشكل للضباب. آخر صور الأقمار الاصطناعية باتت تشير إلى تشكل واندفاع كميات كبيرة من السحب الممطرة باتجاه المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة، متوقع أن تجلب هذه السحب هطولا للأمطار بمشيئة الله تعالى، سواء في المناطق الجنوبية من المملكة أو حتى المناطق الوسطى أو المناطق الشمالية من المملكة على حد سواء. بالنسبة لخرائط توقعات المحاكاة الحاسوبية للأمطار تشير بأن هناك كميات كبيرة بمشيئة الله تعالى من الأمطار يتوقع أن تدخل إلى المملكة مع ساعات هذه الليلة، تتركز على نحو أكثر في المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة هذه الأمطار. تبقى الفرصة طبعا متاحة لزخات من الأمطار في المناطق الشمالية، لأنما الجزء الأكبر من هذه الأمطار ستكون في المناطق الوسطى والجنوبية من المملكة. نهار يوم غدا السبت هناك الفرصة متاحة للأمطار كما نلاحظ سواء في المنطقتين الشمالية والوسطى، ولكن أيضا تستمر والأمطار بالهطول في المناطق الجنوبية من المملكة، بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الشرقية من المملكة. نهار يوم الأحد تشتد الأمطار لكنها تصبح تتركز في مناطق شمال ووسط المملكة، مع بقاء الفرصة متاحة لبعض الأمطار في المناطق الجنوبية من المملكة. الأحد مساء كما نلاحظ الأمطار تصبح أكثر تركيزا في المنطقتين الشمالية والوسطى، وتستمر هذه الأمطار بالهطول أيضا يوم الاثنين سواء في المنطقتين الشمالية أو حتى الوسطى وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة تحديدا هذه الليلة في العاصمة عمان، أجواء باردة بوجه عام، درجة حرارة تنخفض هذه الليلة الصغرى في العاصمة إلى 7 درجات مئوية، مع أجواء ماطرة أو بالأحرى غالبا غائمة مع زخات للأمطار بين الحين والآخر. بعض هذه الأمطار تكون غزيرة، أحيانا درجة الحرارة الملموسة تكون 5 درجات مئوية مع أجواء رطبة بوجه عام. بالنسبة للأحوال الجوية متوقعة نهار يوم غدا أجواء ماطرة مع تشكل للضباب ودرجات حرارة منخفضة، العظمى في عمان تسجل حوالي تقريبا 9 درجات مئوية، تنخفض الليل إلى 7 درجات مع أيضا أجواء غالبا غائمة مع زخات من الأمطار وأجواء ضبابية على فترات. بالنسبة ليوم الأحد أجواء تستمر ماطرة، درجة حرارة تنخفض تصبح 7 درجات مئوية، تشكل الضباب ما زال هناك موجود، وتضعف قليلا فرصة هطول أمطار ليلا، لكنها تبقى الأجواء بوجه عام باردة مع هطول بعض الأمطار بين الحين والآخر، ودرجة حرارة الصورة تنخفض إلى 6 درجات مئوية. تستمر هذه الأمطار حتى يوم الاثنين، أجواء تبقى يعني باردة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر، درجة حرارة العظمى في العاصمة عمان 8 درجات مئوية، تنخفض ليلا إلى 4 درجات مع أجواء باردة وتشكل للضباب. نراقب في طقس العرب تحرك كتلة هوائية شديدة البرودة وقطبية المنشأ من الأراضي التركية باتجاه بادية الشام يوم الثلاثاء المقبل. مرور هذه الكتلة الهوائية الباردة شديدة البرودة وقطبية المنشأ بالتزامن مع وجود تيارات هوائية رطبة قد يؤدي تساقط زخات ثلجية خاصة فوق الجبال الجبلية العالية الجنوبية في جنوب المملكة، ونستمر معكم في المراقبة أولا بأول في مسارات وأماكن تحرك هذه الكتلة الهوائية شديدة البرودة. قبل الختام بعض التوصيات الهامة بشأن الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة. أول شيء نبدأ بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، هناك خسائر كبيرة في الأرواح حدثت خلال الأيام الماضية بسبب الاستخدام الغير الآمن، يجب الانتباه من هذا الأمر بشكل كبير جدا. الأمر الآخر هو الانتباه من تدني مدارية أفقية بسبب الضباب والغيوم الملنمة من سطح الأرض خاصة فوق المرتفعات الجبلية لا سيما العالية منها. هذا كان كل ما لدينا حتى اللحظة، إلى اللقاء.
موسيقى.